طيب، أمر إلى الأستاذ مولاي الحسن الناجي، كل عام وأنت بخير، أهلا بك معنا. عادة ما يكون تجنيد الأطفال مصحوب بانتهاكات أخرى، هل تهتمون بها كذلك؟ فعلا، إذا سمحت لي أن أضيف بخصوص المركز. تفضل. فالمركز هو عمل إنساني، عمل يسعى إلى مناهضة ومحاربة تجنيد الأطفال سواء في العالم كله وخصوصا في إفريقيا. كذلك من بين أهم الأدوار التي يطلع بها أولا التوعية بآفة تجنيد الأطفال، وكذلك معرفة الظروف التي أدت إلى تجنيدهم، وكذلك المساهمة في منع تجنيد الأطفال من خلال إصدار تقارير، إصدار بحوث سينجزها المركز في هذا المجال، وكذلك من خلال التتبع والرصد والحماية، إضافة كذلك إلى تعزيز الدروس المستقاة، الدروس والممارسات الفضلة التي تطبقها بعض الدول، لأن هناك دول فعلا أبانت عن قوانين جيدة في مجال محاربة ومناهضة تجنيد الأطفال. بخصوص العناية، فكذا أن التركيز اليوم هو على تجنيد الأطفال، لأن إفريقيا اليوم تعاني من هذه الآفة. أكثر من 250 مليون طفل يعيشون في هذه الآفة أو ضمنها الصراعات الموجودة. أكثر من 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 370 مليون في العالم يعني يعيشون كذلك في هذه الصراعات. 250 مليون موجودة في إفريقيا، وأغلبها في غرب إفريقيا، وأغلبها من الأطفال مجندين كذلك، و 15% هم فتيات. يعني هناك هذه آفة يعني دولية، آفة يجب محاربتها ومناهضة، وكذلك في غرب إفريقيا ما في ذلك الساحل والصحراء، حيث تنتعش هناك جماعات إرهابية وجماعات مسلحة وجماعات خارجة عن إطار القانون في شمال مالي، في شمال النيجر، في بوركينا فاسو، وكذلك في منطقة جنوب الجزائر. إذن بصفة عامة المركز سيعنى بهذه الظاهرة ودراستها وتحليلها ومعرفة ظروفها، وكذلك سيسلط الضوء على هذه الظاهرة من خلال التفاعل مع الآليات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي، مبعوثة الأمين العام حول حقوق الطفل في النزاعات.